لا، واحنا عايزين نعرف الاول ايه الاسباب، يعني ايه الاسباب هي اللي بتؤدي لتوقف الدوري. لو في اسباب مقنعه يبقى ماشي، يعني هنقبل ده وخلاص. يعني احنا يهمنا طبعا لو في حاجه تاثر على البلد او كده ماشي، انما لو ما فيش حاجه تاثر والاسباب غير معلومه، يبقى زي ما قلت قبل كده للاخوه اللي كانوا قبليكم، عليه العوض ومن العوض بقى في مصر كلها. ان النهارده كل حد معترض على حاجه، النهارده هتبدا برياضه، وبكره بقى كل واحد مش عاجبه مسؤول ولا مش عاجبه اي واحد موجود او محافظه والكلام ده، وكده نطلع نعمل له وقفه عشان يمشي. لا طبعا، ده كلام مش مظبوط. يعني دي دوله قانون، ويجب ان كل واحد ياخد حقوقه، لان احنا هنا في بيحكمنا قانون. تقول لي في ايه؟ في اسباب بالنسبه، هم قالوا التسويق، ان هم لسه ما سوقوش، ما يدروش يسوقوا الدوري بشكل ده، اللي التبرير اللي طلع من اتحاد الكوره. انا بقول لك احنا عايزين نعرف ايه الاسباب، لو في اسباب هنقبلها، انما لو ما فيش اسباب للتهديدات والدليل ان الماتش السوبر هيتلعب بكره. ماشي، انا ما بقولش حاجه، انا بقول لو في اسباب مقنعه بالعكس احنا هنتقبل ومفيش مشكله، انما لو ما فيش سبب لده يبقى لو احنا مش قادرين ناخد قرار يبقى خلاص، يبقى احنا نعلن النهارده ان الناس اللي شغاله 4 مليون واحد ولا 5 مليون واحد في الرياضه دول، ومش عايز بقى كل واحد ايه لما بيصطادوا في المعركه يقول لك اصل مصلحتهم واصل مصالحهم بيدوروا على مصالحهم. دي مصلحه الناس كلها، مصلحه العامل البسيط اللي بيعمل في نادي. لو الناس مش قادره توفر ان ترجع رياضه تاني، وانا بتكلم على ده بشكل عام، ما بتكلمش على كره القدم بس، وان كانت هي كره القدم هي تصرف على جميع اللعبات وعلى الكل، ومعروف في العالم كله، مش بدعه في مصر كده. انما لو انا النهارده بقول الناس البسيطه بما فيهم كلهم، حتى باللعيبه، لان في لعيبه برضه كمان هم كمان اغلب من الغلب، لعيبه الدرجه الثانيه ولعيبه الدرجه الثالثه، ومحدش يقول لي نبدا الدرجه الثانيه ونبدا الدرجه الثالثه. هتصعد لفين اصلا؟ هتصعد لفين بالظبط يعني. فانا بقول ان لو المسؤولين مش قادرين او البلد مش قادره، نقول يا جماعه والله الناس دي خلاص بقى تبدا تشوف لها شغله ثانيه، واللعيبه دي بقى خلاص كل الانديه تسيب لعيبه، كل واحد يروح في اي حته خلاص. لان انا بقول احنا في النهايه عايزين نبقى دوله قانون، نحترم هيبه الدوله، نحترم القانون. النهارده كل حاجه بالقانون، لما كل حاجه بالعافيه دلوقتي يبقى على المسؤولين ان هم يعدوا نفسهم كمان، ان اي حد بعد كده مش عاجبه فلان هنطلع نقفله ونمشي. فما ينفعش الكلام ده، في حاجه اسمها قانون، القانون ياخد مجراه وكل واحد ياخد حقه بالقانون. كابتن، انت كان في مبادره ان انت وقفه من لعيبه الانديه الدرجه الثانيه والثالثه، وان هم اكيد اتصلوا بيك. بص، عايز اقول لك على حاجه، احنا ناس بنخاف على بلدنا وناس بنحب بلدنا. احنا ما هو اسهل ما النهارده انك تدعي الوقفه هتلاقي 200,000 300,000 واحد يجوا لك، بس لعيبه ولا مرتبطين كله بالله. كله 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 هتلاقي ناس ما عندهاش حاجه على فكره، لان اغلبيه اللعيبه اللي هي مرتبطه بكره القدم كلها فاضيه، ما عندهاش مشكله، ممكن تيجي تقعد بالاسبوع ولا 10 ايام ولا 20 يوم، ما عندهمش مشكله. انما احنا كرياضيين دي اخلاقنا ما تسمحش بكده، وما نحبش ان احنا نلجا لحاجه زي كده، ولكن يعني احنا كرياضيين ما بنحبش، انما في ناس كتير عايزين حاجه زي كده تحصل، وناس كتير بتتصل بيا عايزين حاجه زي كده تحصل، بس انا بقول ان احنا اخلاقنا كرياضيين ما تسمحش بده. بس هل الناس بيطارونا او بيطاروا اللعيبه لده؟ يعني يا جماعه، ما هو النهارده اذا احنا كنا النهارده بندور على حقوق ناس ماتت، وانا ده يعني موضوع لا خلاف عليه، واعتقد ان القانون هياخد مجراه، فاحنا كمان في 3 او 4 مليون واحد هم كمان ليهم، يعني هم كمان متاثرين، هم كمان يعني نفكر في دول، زي ما احنا بنفكر برضه في الناس اللي ربنا يرحمهم برحمته دول، بس فيبقى في عقل بس نفكر. شكرا.